الخير ازرع البسمة ترى خيرها يغدق عليك، كل فعل تبذله دايما يرجع لك. اغتنم معنى الحياة دايما املاها بخير، اغتنم معنى الحياة دايما املاها بخير. السلام عليكم. ما شاء الله. يا مرحبا يا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يا الله حي سلطان. طيب دوسري. كيف الحال؟ نعم طيب. يلا حي. كيف الحال؟ كيف حالكم؟ ساك مرتاح؟ طيب الله يسلمك. هلا حبيبي. هلا كيف حالك؟ شلونك؟ طيب الله يعزك. كيف حالكم يا رجال؟ طيبين؟ اموركم زينه؟ يلا حي كل واحد باسمه ورقم تليفونه وسنابه وتويتر حقه. هذا الحين جديد شيخ مع التطور الحضاره. اكيد لازم 24. جزاك الله خير. يلا الجميع يجينا في خبر عاجل وصادم ومبكي. جزاك الله خير. وممكن يكون عند بعضكم مفرح، لكن اعتقد لمحبه هذا الشخص اللي ساعلن الان امر مهم عنه، اعتقد بان الجميع سيبكي لانكم تحبونه فاذكروه بخير. ابغى الجميع الشباب يكونوا حاضرين معنا. سبيكر مهندس صوت جمهورنا الكريم، اليوم في عندنا اعلان لاحد المتسابقين، ساعلن ماذا جرى له خلال الدقائق الماضيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما سيصيب المتسابقين خير، ليس يعني حزن شديد، لكن ربما يكون مفاجاه على بعضهم، فلن اعلن حتى يكتمل العدد. اتمنى من جميع المتسابقين يسمعوني الان التوجه إلى مجلس النشامة حتى أعلن عن هذا الأمر المفاجئ اللي ربما يكون صدمة على جمهور قناة الواقع الفضائية، صدمة على متسابقي برنامج كاريزما، صدمة ربما حتى للطاقم، لأنه ما حد عنده خبر لنا. فسأعلن الآن، سأفاجئ الجميع، لكن أتمنى من جميع المتسابقين يجون معنا هنا. لكن قبل ذلك نرحب بمن هو ضيف لنا في هذا المساء حتى يكتمل العدد معنا من المتسابقين، ثم نعلن بحضور الجميع. نرحب بالشيخ فواز السحيمي